هلا هي نحن هون هالبناء اللي احنا مركزين فيه طبعا فاتحين عدد طلاق بتمركز فيه اول كلاب مشات الجيش هون فاتحين طلاقات مباشره. عمليه الاقتحام باذن الله بتكون الطرف هذا اتفقنا اذا الله راد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. إيه طبعا انتم جاهزين باذن الله باذن الله باذن الله. يا خالد يا خالد يا خالد بعدين بسام انت مين اللي عم يحكي؟ خيرات يا بتقولوا اللي بالكم عشان ضيق عليكم يا جماعه بس قولوا لي بالكم ما معنا غيره شوي عمل لك انا يا ابي عندي بس طولوا بالكم انا عم بقول لك انا شايف شغل شو بكون